حياكم الله مشاهدينا وحديثنا وحوارنا حول النساء وما أدراكم ما النساء، نساء فلسطين ونساء طوفان الأقصى ونساء الأقصى اللواتي يعني يعلمنا أكبر الرجال لنقل الصمود والثبات، فهن أصلا صانعات الرجال وهن صانعات هذا الصمود وهذه التضحيات وهذه البطولة عند رجالنا ومقاومتنا وشبابنا في كل الميادين، نساء الأمة ونساء طوفان الأقصى اللواتي يضربن أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية. النساء اللواتي هن مستهدفات، وبالتأكيد نعلم تماما لماذا تستهدف المرأة بشكل خاص، وهن اللي أعداد الشهداء منهم والإصابات العدد الأكبر مع الأطفال، لأنهن فعلا هن صانعات هذا المجد وهن اللواتي يربين هذا الجيل على هذه المعاني. إذن مشاهدينا، نساء الأقصى هن فعلا طوفان الأمة، وعنوان لافت وجميل سنتحدث فيه مع ضيفتنا الأستاذة لبنى الأسعد، رئيسة جمعية ريحانة الأسرة للاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية، وهي طبعا والأكاديمية، وهي الناشطة الاجتماعية. أهلا وسهلا يا أستاذة لبنى، حياك الله. حياك الله، الله يرضى عنك. حياك الله. يعني يمكن يزعلوا الرجال لو قلنا يعلمنا الرجال، لكن فعلا المرأة هي التي تساهم في صناعة هذا المجد وهذا الذي يصنعه بالنهاية الرجال. فعنوان جميل ولافت، ولك محاضرات في هذا الموضوع. هو العنوان أصلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا العنوان يعني استقنا من مؤتمر كان في تركيا قبل شهرين تقريبا أو أقل، كان بهذا العنوان. حضروا يعني من جميع أرجاء المعمورة زي ما بيحكوا، من الجزائر والمغرب العربي ومن الأردن وفلسطين من غزة، وكان هذا العنوان. يعني بالفعل أنا كتخصصي يعني بالموضوع التربوي والنفسي والاستشاري الأسري، يعني حاولنا نستقي من العنوان كيف ربت المرأة المرابطة، سواء في الأقصى، في غزة، في الأردن، في أي مكان، أو المرأة المسلمة بشكل عام كيف استقت تربية أولادها من نساء الأقصى، من نساء غزة، من نساء اللواتي تمسكنا بكتاب الله القرآن الكريم وربوا أولادهم على العقيدة السليمة أولا، ثم ما يتبعه ذلك من خطوات يعني سليمة في درب حياتهم. وهذا يعني أنا بحكي من يعني منطلق يعني خبرة أيضا، إنه يعني أولادنا يعني من فضل الله يعني من الصغر اجتهدنا لحالنا، يعني ما كان الأمر الآن. يعني أنا بشوف بناتي كيف بيربوا أولادهم، يعني بتاخد دورات وكذا، إحنا كان شوي شحيح الأمر يعني. نعم. وهلأ بتكبس كبسة على النت بتطلع لها أحلى دورة. صحيح. تستقي ذلك. صحيح. كنت أتعب والله كتير يعني وأدور وين أخذ دورات، يعني ما كانش الأونلاين بهالانفتاح هذا يعني. صحيح. وتحمليهم وهم صغار وتروحي وتيجي، لكن ربنا الحمد لله اللي بده يعني زي ما بيحكوا النية الطيبة السليمة وبده بيسر له رب العالمين. نعم، بيفتح له طريق الخير. نعم. يعني احنا الأهم شيء زي ما حكينا الآن تمسك بالعقيدة السليمة، وشايفين انت موجات الإلحاد، موجات الحمد لله انها كلها انطفت. صحيح. الآن الطوفان. صحيح. الأقصى اجا وشال معاه كل هذه الأصوات الناعقة اللي كانت، سواء النسويات سواء الشذوذ الإلحاد، كل هذا الحثالي، عفوا وبعد عنكم، هذه على مزابل التاريخ يعني جرفها طوفان الأقصى كله إن شاء الله. إحنا الفكرة نرجع للمنبع الرئيسي اللي نستقي منه، نبدأ بالعقيدة السليمة، وهذا إن شاء الله إنه ربنا وفقنا في غرسه على أولادنا، مهما شطحوا وراحوا وإجوا في الجامعات وبعد ذلك بترجعي بتلاقيهم على الخط اللي أنت بنيتيه إن شاء. صحيح. الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوفقك لأنك يعني تزرعي فيهم هذا الشيء، وفعلا عم بربوا أولادهم على نفس الخطى، وهذا. صحيح. أنا شايفته في أحفادي من فضل. نعم. الله. يعني أستاذة لبنى، كما شكل شباب فلسطين المقاومين الناس الصابرة الصامدة اللي بتوجه رسائل وهي طالعة من تحت ركام بيوتها، الناس اللي في عز وجعها وفقدها بتوجه رسائل للعالم بصمودها وثباتها واحتسابها وتوكلها. صحيح. على الله ورضاها بقدر الله وبأنها تقدم ما تقدم مرضاة لله وهي راضية محتسبة،
شكلوا نموذج للعالم. شكلت هذه المرأة أيضا، المرأة الغزية والمرأة المقدسية والمرأة الفلسطينية، كل يوم بنشوف نموذج يعني عن جد عجيب. نقف أمامه نعم. طويلا عجيب. نعم. فبالتالي هي أصبحت دورات مجانية. يعني كنت تتحدثين عن الدورات، دورات مجانية و24 ساعة عم نتعلم إحنا وولادنا. فإذا حديثنا عن هذه المرأة صحيح. كيف شكلت هذا النموذج وكيف تصدرت المشهد بعظمتها وعظمة ما قدمت؟ نحن نحكي على فضل التنظير يعني والكلام والمحاضرات والهذا، لكن النموذج العملي هذا هو اللي بيعلمنا صحيح. حقيقة صحيح. يعني لما تري أمامك يعني بدي أحكي قصة يعني واحدة من صديقاتنا، يعني كانت أنا عندي درس شهري الحمد لله بفضل الله، يعني عمره يمكن 30 سنة أو 35 سنة، بدأ في بيتي القديم والآن يعني شغال، أول خميس كان من كل سبت والآن هو من كل شهر، والآن أول سبت من كل شهر حسب العطلين. ربنا يتقبل الحمد لله بفضل الله. كانت تحضر عنا الأخت وهي وأختها، وفي واحدة منهم يعني ذهبت الآن إلى الكويت والثاني في غزة عايشة. نعم. عندها شابين اثنين يعني مش عارفين يعني صحباتنا يحكوا يعزوها، يعني انه استشهد واحد من الشباب قتلوه في بيته وطلعوا اهله من البيت ورجعوا عشان يدفنوه، قتلوا لها الثاني ما عندها غيرهم. لما اتصلوا يعزوها حكت انا سعيده انهم تشاهدوا، مبسوطه سعيده، ما يعني الفقد اكيد صعب لكن مبسوطه وسعيده انه لا شاهدوا عند الشهاده عند حسن الختام. حسن الختام يعني شو في اقصى امانيهم خلص يعني هم شايفين الاخره. نعم. هم عايشين بالواقع يعني يريهم ذلك. يعني احنا بنحكي لو صار عندنا ما صار يعني ما حنتحمل، احيانا بتحسي يعني في زي ما بقول في الفعل في المحك نفسه تتفاجئي بولادك باشياء ما تخيلتي انهم انه هذا جيل الرفاهيه المرفهين وهدول صحيح. الجيل اللي بدهم دائما ينبسطوا ويطلعوا يشموا هواء، لا بتتفاجئي انه ما غرستي وما شاهدوا اصبحوا يخجلوا انهم يعني انا عندي اصغر بناتي عمرها 19 هلا 20 تدرس، بلكي صارت عندكم تدرس اللهم صل على سيدنا محمد إعلامش. فيلم ميكينج. جميل. كنت دائما احس انه هاي البنت مرفهه يعني اصغر وحده وكذا، شو فيها بحرب غزة قديش اشتغلت شغل، شو نعم. فيها في جامعتها قديش كانت إلها ما شاء الله. يعني إلها أثر وإلها خطوات. بقول سبحان الله ما في شيء بتزرعي لا تجدي، أكيد. وازرعي بصدق، يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما بحكي هالكلمة، ما بيحاسبنا على النتائج، بيحاسبنا على البذل. نعم. ابذلي والنتائج رب العالمين صحيح. وخلص انت حطي وبصدق وستجديه إن شاء صحيح. الله تعالى. نعم. يعني أستاذة لبنى، البعض يقول إنه هؤلاء الأهل في غزة وفي فلسطين يعني منذ 75 عام يعيشون النكبة ويعيشون معاناتهم مع صلف وتنكيل هذا العدو بهم وإجرامه وقتله والمجازر والتهجير وكل ذلك، فبالتالي هم اعتادوا وهم أصبح الأمر عندهم يعني موضوع الشهادة والفقد شيء يمكن يقدروا يتجاوزوا مع بعض الحزن، فبالتالي إحنا يمكن صعب علينا لأنه إحنا ما عايشنا هذا الموضوع وبدنا وقت لنقدر إنه إحنا يعني نقدر نفهم ونستوعب كيف بيقدروا يصبروا ويثبتوا ويرضوا. لكن لما بناخد نماذج كمان من النساء الصحابيات، يعني إحنا لما بنحكي عن أم عمارة مثلا اللي كانت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما التفت يمنة ولا يسرى إلا وجدتها تقاتل دوني أو تدافع، فبالتالي هاي كم سنة كان لها أم عمارة رضي الله عنها في الإسلام. في الإسلام. نعم. إذن هو موضوع يمكن العقيدة. نعم. وكيف نزرعه في نعم. نفوسنا. قضية مش في نفوس. يعني نعم مش يعني نقول كم هي كيف، يعني في صحابي كانوا أبو جهل، يعني كانوا شو بنقول عنهم كفار. نعم. وأصبحوا صحابة. نعم. قضية مش قضية يعني هي السير سير القلب. أنت مش بسنوات العمر اللي أنت بتقضيها في الإسلام أو تقضيها في الدعوة أو تقضيها في هي صدق لحظة الصدق. نعم. يعني بتشوفي اللي بيسلموا الآن قديش ناس أسلموا بعد حرب غزة، ناس كثير أسلمت، يعني بتشوفي العجب منها. صحيح. يعني بتحسيها إن هذه وين أنا وين هي، يعني هاي لها مسلمة أيام أو أشهر وإحنا إلنا منذ نعومة أطفالنا انولدنا مسلمين، لكن سرسر القلب خديها مني. صحيح. يعني ولا تقولي لي إمام مسجد ولا ملتحي ولا محجب ولا مختمر، هي ربنا سبحانه وتعالى إيش عندك صدق هون. صحيح. واصل توفيق من الله توفيق عز وجل. نعم. توفيق رب نعم. العالمين. برضو إن بتحكي على الجزئية الأولى اللي حكيتي عن أهل غزة إنهم تعودوا على اللهم صل على محمد الحصار، وهم لعلمك يعني أنت شوفي فيديوهات قبل حرب غزة
احسن من بيوتنا واحلى من بيوتنا. صحيح. وعندهم عفش مرتب، الجمات تبعتهم، جمات النساء كانت لي صديقه تسوي لي، يعني احنا يمكن الجيم اللي انا بروح عليه يمكن من هون لهون هم 400 متر. صحيح. وعندهم في رفاهيه، تفكريش يعني اللي بده يترفه بترفه، واللي بده يعيش الحياه بعيشها، لكن خلص هم من جوا معدين، يعني هم عارفين حالهم انه احنا ما دام انا ميته ميته بنفس هذا ربنا التاريخ اللي ولدت فيه، ربنا حيقبضني فيه، فلا اموت شهيده. صحيح. يعني هذه احنا بنحكيها، يعني انا الي سلف شهيد رحمه الله عليه، الله يرحمه ويتقبله، خلص كان يعني بده يستشهد، يعني انا بتذكره يقولوا لانه رسب توجيه، راح جاب التوجيه ونجح في التوجيه. كانت ايام الدكتور عبد الله عزام رحمه الله عليه والشباب فايره وراح طاجكستان، وبخلال سنه ونص ربنا رزقه الشهاده. صحيح. خلص بده يستشهد، قاعد في الاردن وحاسس حاله هناك، وصدق الله فصدقه الله. صحيح. واحنا دائما بنقول لهم، يعني بيقولوا لي طب اولادك، قلت لهم ربنا اليوم من ولد اولادي، وربنا كاتب اليوم اللي بده يستشهد اللي توفوا فيه، اذا توفى شهيد يا مرحبا بالشهاده، وان صحيح. شاء الله ربي نكون قد القول، يعني يكون نعم. فعلنا قد القول. جميل. يعني أستاذة لبنى، يعني يمكن إحنا لما بنحكي عن بعض العائلات اللي كانت نماذج مشرقة وكثيرة هي في غزة وفي فلسطين، وضربت أروع الأمثلة في الثبات والصمود، وهم عم بيحكوا للعالم وبوجهوا المعاني الجميلة اللي وجهوا لنا إياها. قد يقول البعض إنه يمكن هاي النماذج هي من الناس الواعية المتعلمة اللي هي من خريجين المعاهد الشرعية والمساجد، ولكن عمل الحاضنة الشعبية كلها للمقاومة اللي نادرا ما تجدي حد يتذمر أو حد يعني فاقد، يعني عنده يأس أو فاقد الأمل، كلهم تشعريهم لما بتيجي الكاميرا أو بياخدوهم بلقاءات بيحكوا إحنا راضيين. طبعا. إحنا مش طالعين من أرضنا، حتى الناس البسطة. نعم. فهذه الصناعة لهذا الوعي الجمعي ولهذه الحاضنة اللي إحنا يمكن بنحكي مناهجنا صارت ضعيفة، إعلامنا لا يسعى لأنه يحيي فينا معاني الجهاد والصمود، إحنا بس راكنين على بعض الأسر اللي هي بتزرع في أبنائها وبتغرس فيها هذه المعاني. طبعا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طبعاً. ضروري طبعاً. يعني إنه يكون في مؤسسات ترعى مثل هذه المعاني، لكن حدث مثل طوفان الأقصى وسيدات طوفان الأقصى وعودة على هذا المعنى، أكيد يعني هو رزق من رب العالمين ليعوض فعلا النقص في هذه المجالات. كيف نقدر إحنا كنساء والناس اللي بتتابعنا من السيدات الفاضلات يستثمروا هذه الأوقات حتى فعلا يطلع هذا الجيل اللي نقص عليه أو صار في نقص عنده في هذا، أو اشتغلوا عليه، اشتغلوا عليه الاستعمار، نكون واقعيين يعني. صحيح. اشتغلوا عليه بالسوشيال ميديا، اشتغلوا عليه بالتفاهة، بصناعة التفاهة، وانت عارفة هذا الشيء. لكن سبحان الله جمال السوشيال ميديا الآن انك انه انتقائي، يعني انت بتختاري. صحيح. الشيء اللي انت بدك تحضري. يعني انا زي ما حكيت لك برجع بحكي للجيل الصغير اللي هذا عمره 18-19 بيقدروا، يعني بيقدروا يدوروا على الشيء اللي بدهم اياه. صحيح. يعني هذا شيء جميل، يعني حتى لو فرض عليهم التفاهة بقدر يعني قدر يحضر شهر، بده بالاخير بيزهق وبمله. صحيح. لانه لا يصح الا الصحيح. صحيح. ما في، هو تربى على شيء صح وانت زرعتي فيه المبدا الصحيح وكان له قيمه، والان ارى انا اولادي وبناتي اللي انا كنت افكرهم الجيل هذا اللي ما بحث عندهم القيمه العليا الان الاقصى القدس. صحيح. ما فيش يعني ما في عندهم شهاده الجهاد. نعم. التضحيه هاي معاني. حتى جيل تعب تعب من الازدواجيه اللي صايره، يعني هذا اللي بالغرب الاخير يعني عرفوا انه هذه كلها عفوا حثالة وانتهت، وعارفين انه هذا كله يعني ظهر، وزي ما قالوا حرب غزة الكاشفة كشفت كل مستور وكشفت كل شيء، يعني كانوا يعني بهرجات الغرب ويعني كلام كله عفوا عملوا لها بلوكات. صحيح. من فضل الله اليوم الان هم على طريق التحرير. يعني طبعا احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث انه المخلص للامه ولا مش شرط ينولد ويطلع من بطن امه يعني حافظ القران وكذا، في يوم وليله ربنا بيهدي العاصي. صحيح. في يوم وليله ربنا بردهم. بتذكر لي صديقه في القدس كانت تحكي لي والله لما يجوا المستوطنين على انتهاكات المسجد الاقصى حلفت، قالت لي الشباب اللي بياخذوا مخدرات اللي اشتغلوا عليهم اليهود سنوات طويله وكانوا يحششوا، شاب محشش بروح لك بيغتسل بيجي بوقف في المرابط في الاقصى قبل الشاب الملتحل بيصلي. صحيح. على سيره انك قلتي الشباب. صحيح. والشباب، وايضا يعني شفتي الشهيدين اللي حطوا صورتهم قبل يومين، واحد طبيب صيدلي والثاني مهندس والثالث شريعة والرابع بالقراءات، ما في حدا. زي ما حكيتي الموضوع هي البيئة نفسها. صحيح. بيئة يعني. صحيح. تربوا فيها وعارفين هدفهم،
حتى الطفل الصغير يعني هدول الأطفال غزة 16 سنة محاصرين بيعرفوش اليهودي، مش عمرهم شافوا يهود، كيف طلع هيك؟ تربى صحيح. في قدوات عندهم، في خلص تربي ربي على العقيدة الصحيحة. شفتي أهل إدلب وأهل سوريا أيضا، الشباب اللي الولد بيقول أنا الهدم فوق راسي وعم بعمل ورد عشان أطلع، هذه ما ننساها يعني. العقيدة وحدت كل المسلمين صحيح. وحدتنا جميعا، وحدت الفئات كلها. تربية الأولاد ما تتعبي فيها، إذا ربيتي الخطوات السليمة ديننا صالح لكل زمان ومكان صحيح. يعني أنا مش هقول يعني هلأ والله هذا كان أيام رسول قال الله خلص، قال رسول على راسي وعلى راسك وعلى راس كل واحد قابل أو مش قابل. والآن الناس كلياتها تعلم الحق من الباطل نعم. حتى أعداء الدين بيعرفوا الحق من الباطل، لكنهم يا مشريين يا مدفوعين لهم يا إحنا عارفين صحيح. كل عارف الوضع. ابدأي صح وربي أولادك، اللي ما فاتك في تربية أولادك ربي في أحفادك الآن وإزرعي، وربنا سبحانه وتعالى يعني لن يتركم أعمالكم إن شاء الله. ربنا مدام إحنا صادقين ونيتنا سليمة، ربنا سبحانه وتعالى راح يعيد الجيل إلى ما ربنا سبحانه وتعالى وعدنا فيه النصر المبين، وراح يمشوا الشباب. أنا بقول لك كله حيتوجه، البوصلة الآن توجهت صحيحة بإذن الله تعالى. أنا يعني مش أقول إني متفائلة زيادة عن اللزوم، هو ربنا وعدنا في النصر نعم. وعدنا وعطانا الخطوط وعطانا زي ما بقولوا البوصلة وعطانا السيستم النظام اللي لازم نمشي عليه. يا عمي امشوا مش صعبة صحيح، وحتجدي إنه ربنا سبحانه وتعالى لن يخذلنا بإذن الله تعالى. جميل. يعني أستاذة لبنى في نهاية تقريبا إحنا حوارنا، لكن في موضوع مهم جدا بدنا نختم فيه، اللي هو موضوع إحنا الآن غدا في فعالية مركزية نعم. وصار خلال الأربع شهور العديد من الفعاليات بدأت بزخم كبير صحيح. وكان يخرج الشباب والكبار والصغار والنساء والرجال، هذا الزخم بدأ يقل تدريجيا لأنه يمكن البعض شعر أنه لا جدوى وأنه يمكن ما في نتائج ملموسة، ومع ذلك البعض لا ظل نفسه طويل ومواظب. إحنا عندنا غدا فعالية مركزية مصيرية صراحة صحيح. لأنه إحنا أهل غزة يستنجدون بنا ويستغيثون، ومن أيام كنا باتصال مع مدير المستشفى الكويتي أستاذ لبنى من غزة، وعندما سألته عن الوضع الصحي يعني صراحة أنا خجلت من نفسي حين قال نحن نذبح من الوريد إلى الوريد، ماذا تريدون منا أن نصف لكم عن الوضع الصحي؟ ماذا تريدون أن نقول؟ نحن استنجدنا واستغثنا بكم بعد الله، قلنا لكم انزلوا إلى الشوارع، اذهبوا إلى الحدود، نحن نباد، نحن نحرق، نقتل. فبالتالي غدا فعالية من أجل منع القوافل البرية التي تعبر للأسف نحو الصهاينة، ومن أجل زيادة المساعدات. والأردن بلد الخير ولا ننكر أبدا أن الأردن يقوم بدور عظيم، وهذا البلد الطيب المبارك بأبنائه وبناته يعني على كل الصعد يقوم إن شاء الله بدور، لكن نريد أكثر من ذلك. بدنا دعوة للأمهات اللي أحيانا بتقولوا لا يما تطلعش أنا خايفة عليك، بلاش يصير إشي، لا بدناش نروح، بلاش يكون في علينا. إحنا اليوم كلنا مسؤولين أمام الله عز وجل في هذا المفصل التاريخي، فبدنا رسالة للأمهات. والله يا حبيبتي يا دعاء اللهم صل على سيدنا محمد، أنا كلمة أبو عبيدة لما أثنى على خروج أهل الأردن للمسيرات حكيت لا يمكن، لا يمكن مسيرة وقفة اعتصام برد شوب مطر، لا يمكن أجلس في بيتي، لا يمكن، لأنه شعرت أنه الدعم النفسي نعم. له دور كبير يا صحيح. جماعة لا تحكوا ما في نتيجة. إحنا زي ما حكيت في البداية ربنا بيحاسبنا على البذل وليس على النتائج نعم. النتائج رب العالمين. يعني لما أجلس على السوشيال ميديا وأطلع بوست والله بيغيظهم صحيح. يا جماعة ما بيغيظهم صحيح. والله بيغيظ. ارجعي على التويتر وشوفي إيدي كوهين وشوفي اليهود كيف تعليقاتهم على بوستاتنا صحيح. تعليقات على الستوري اللي بتحطيها بتغيظهم صحيح. هذا موقف يغيظ العتاه ولكن نعم. أنت مأجور عليه. أنا بسمي هذا الموضوع رباط المشاعر، أقل ما فيها عيب علينا يا جماعة، عيب عيب أنا ما يكونش مشاعري هناك صحيح. مش قادر لأسباب لعدة أسباب مش قادرين نكون معكم بجسدنا ولا قادرين نكون معكم إلا بمشاعرنا. أقلها خروجنا للمسيرات نعم. أقلها تبرعنا، أقلها دعائنا. والله إحنا عندنا من فضل الله قيام يومي على الزوم، هذا القيام يعني أكثر من صحباتي قالوا لي يعني بلاش يومي خليه اثنين وخميس، قلت لهم يا جماعة عيب علينا، أنا عمري بحياتي ما قمت كل يوم، لكن في هذه الظروف نعم. هذا يعني هذا نعم. فقه النوازل صحيح. ارجعوا لفقه النوازل شوفوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صلاة صحيح، يعني وقت بئر قنوت نعم في الفروض جميعها في الفروض جميعها أقل يعني هذا والله جهد المقل يا جماعة صحيح. وأشعر صحيح. أنا نفسي يعني بحكي ومن حولي، والله زوجي بيقوم بالليل احيانا عفوا يعني البيت مدفى وكل شيء تدفئه، بس أن اللهم رجله طلعت هيك ولا ايده من الحرام
بقوم بحرام هو نايم بقول كيف أهل غزة؟ كيف اللي في الخيام؟ صحيح. مش صحيح. عارف ينام. نعم. كيف اللي في الخيام؟ كيف اللي نايم على فراش مبلل؟ نعم. يعني هذا كان عنده بيت وكان زيك وزيي وكان صحيح. عنده تخت نايم عليه ويدافع وحرام. عنا وعن كرامتنا وعن مقدساتنا. نعم. يقف بالصف الأول. نعم. زي ما حكيتي مواسم العبادة، إحنا مش بس بستنى رمضان وعمرة وحج، هذه موسم عبادة في. نعم. أعظم من الجهاد عبادة. إذن الآن نحن في موسم عبادة، نحن في موسم جهاد. نعم. يعني الآن الدعاء مستجاب يا جماعة، والله الدعاء مستجاب. أهل غزة إحنا سهام الدعاء سهام تصيب. طيب. نعم. هم خايفين الآن من رمضان، بيقولوا لك هي جاي رمضان، هم عارفين ويعلموا إنه إحنا في رمضان بنوجه كل دعائنا وسهامنا عليهم. نعم. وكل رمضان بيخاف إن شاء الله أنها تصيب أستاذة لبنى. والله أنا بشعر أنها تصيب إن شاء الله. يعني هي أنت عليك البذل، عليك الدعاء، وإذا وفقتي في الدعاء ربنا عليه الإجابة. نعم. بإذن الله تعالى. يعني أنا عم بخبرني المخرج انتهى الوقت، والحديث معك يعني ممتع، وعن جد أثريتي هالمعاني عنا، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت. الله يدين قناة اليرموك يا رب العالمين. الصرح الوحيد الآن يكاد يكون الوحيد اللي بدافع عن أهل غزة وعن قناة الأقصى وعن هذا. ربنا يديمها يا الله. آمين. الله يتقبل منا ومنكم أستاذة لبنى الأسعد، وأنت رئيسة جمعية ريحانة الأسرة للاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية والأكاديمية والناشطة الاجتماعية والداعية. أكيد كل الشكر لك، وحوارنا كان حول نساء الأقصى طوفان الأمة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل قصير وسنكون مع الفعاليات التضامنية، وأكيد فقرة مهمة جدا لنعطيكم تفاصيل الأماكن الأوقات، لأني أنا متأكدة أنه إن شاء الله بكرة كلنا حنكون في الميدان، والليلة أيضا في عنا قيام، فبالضرورة أنه إحنا يعني نتابع ونعرف التفاصيل حتى إن شاء الله يكون لنا مشاركة فاعلة. فاصل قصير وسنعود، خليكم معنا.